أبطال سنة 5 عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا. هنشتغل مع بعض النهاردة أول درس في الدراسات، وهو نمو السكان وتوزيعهم في بلدنا. الدرس ده خدنا جزء منه السنة اللي فاتت، ويعتبر هنكمل تاني. بيتكلم عن التعداد السكاني. احنا درسنا السنة اللي فاتت ان التعداد السكاني ان الدولة بتعمل تعداد سكاني، مصر بتعمل تعداد كل 10 سنين، وهو حصر لعدد السكان عشان تعرف الاحتياجات اللي لازمة للدولة. ده خدناه السنة اللي فاتت. واخر تعداد سكاني المفروض كان 2017، والتعداد الجاي المفروض هيبقى 2027. اهو بيقول لي بقى سكان مصر بين تعدادي 1882 لحد 2017، يعني اخر تعداد عملناه كان سنة 2017، ومتفقين ان مصر من اقدم الدول اللي اجرت تعداد سكاني في العالم. اخر تعداد كان سنة 2019. بصوا هنا النسبة 2017، اسفة. بصوا عدد سكان مصر سنة 1882 كان 6.7 مليون نسمة. طبعا نسمة يعني فرد. بصوا في الرسم البياني عدد السكان سنة 1882 كان عامل ازاي؟ 6.7 مليون نسمة. طب و 2017 وصلنا 94.8 مليون نسمة، والتعداد الجاي هيكون 2027 هنعدي 100 مليون بكتير جدا. يبقى تاني سنة 1882 كان عددنا حوالي 6.7 مليون نسمة، سنة 2017 كان عددنا 94.8 مليون نسمة. واخدين السنة اللي فاتت ان اللي بيعمل كده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والساعة السكانية فوقيه كانت بتعد السكان كل دقائق. طبعا هنلاقي الرسم البياني عدد سكان مصر ضاعف حوالي 14 ضعف، 14 مرة قد ما كان، يعني نسبة زيادة كبيرة جدا جدا جدا. فبيقولي ترتيبنا بقى بالنسبة لعدد السكان من حيث افريقيا ومن حيث العالم. احنا الدولة التالتة افريقيا من حيث عدد السكان، يعني احنا تالت دولة بالنسبة لافريقيا من زيادة عدد السكان. طب بالنسبة للعالم احنا الدولة رقم 14. يبقى ترتيبنا افريقيا الثالث، وترتبنا عالميا في ال 14، في المرتبة 14. تمام؟ يبقى احنا اتفقنا ان سكان مصر بتعمل تعداد كل 10 سنوات، ده واخدينه السنة اللي فاتت. اخر تعداد كان 2017، كان عددنا 94.8 مليون نسمة. مقارنة بينه وبين سنة 1882 زدنا 14 ضعف. ترتبنا التالت افريقيا وال 14 عالميا. طيب ايه سبب ان عدد سكان مصر بيزيد الزياده المهوله دي؟ عندنا سببين. اول سبب الزياده الطبيعيه، وتاني سبب الهجره. اول سبب الزياده الطبيعيه، وتاني سبب الهجره. طب يعني ايه زياده طبيعيه؟ الزياده الطبيعيه الفرق بين اعداد المواليد واعداد الوفيات. يعني ايه؟ يعني احنا عدد المواليد عندنا بيزيد، وعدد عندنا انخفاض في اعداد المواليد، وعندنا انخفاض في اعداد الوفيات. يعني احنا في فرق بين عدد المواليد واعداد الوفيات، الفرق كبير، فدي زياده طبيعيه. بيقولي عدد المواليد في مصر انخفض ازاي؟ طبعا زمان كان عدد المواليد بيزيد جدا بسبب الزواج المبكر، تعدد الزوجات، كثره الانجاب، كانوا بيحبوا يجيبوا اولاد كتير جدا، كل فرد بيجيب بالخمسه والسته، بيتجوزوا البنات في سن مبكر، بيجيبوا اولاد كتير، لكن وبيتعددوا زوجات، يعني الواحد بيتزوج اكتر من زوجة. طبعا دلوقتي بقى في وعي، الشباب بدأوا ينظموا الاسرة، يعني كل شاب بيجيب طفل او اتنين بس. تمام؟ وحدوا من ظاهرة الزواج المبكر، يعني بقت ظاهرة الزواج المبكر دي قليلة شوي، عشان كده عدد المواليد عندنا بدأ يقل. كذلك عدد الوفيات عندنا يقل بسبب ان احنا عندنا تقدم ورعاية طبية. يبقى تاني الزيادة الطبيعية هي الفرق بين أعداد المواليد والوفيات. طبعا الأول كان بيجيب ولاد كتير جدا بسبب الزواج المبكر وكثرة الإنجاب. عدد المواليد دلوقتي ما بقاش كتير. ليه؟ عشان الشباب بقى عندهم وعي بتنظيم الأسرة، وحد من ظاهرة الزواج المبكر، يعني ظاهرة الزواج المبكر قلت، ما بقوش يجوزوا البنات في 15 وال16 زي الأول. عدد الوفيات بيقل في مصر ليه؟ عشان عندنا تقدم طبي ورعاية صحية.
طب السبب التاني الهجرة، انتقال الأفراد من مكان لآخر. طبعا احنا عندنا نوعين من الهجرة، عندنا هجرة داخلية وهجرة خارجية. الهجرة الداخلية اللي هي الانتقال بين المحافظات وبعضها، زي ما كنا قايلين برضو السنة اللي فاتت ان في هجرة من الريف للمدن. ليه؟ يا اما بيدوروا على فرص عمل، يا اما بيدوروا على تعليم، يا اما بيحسنوا مستوى المعيشة. يبقى الشباب بيهاجروا ليه؟ يا اما عشان يبحثوا عن فرص عمل، يا اما يبحثوا عن تعليم، يا اما يحسنوا مستوى المعيشة. طب الهجرة الخارجية بين مصر والدول الاخرى، ان احنا نسافر بره مصر. طبعا القاهرة واسكندرية من اكتر المحافظات اللي بتجذب السكان، فسكان الريف بيهاجروا ليها. من اكتر المحافظات الجاذبة للسكان القاهرة والاسكندرية. يبقى تاني عندي سببين للزيادة السكانية، الزيادة الطبيعية والهجرة. الزيادة الطبيعية الفرق بين عدد المواليد وعدد الوفيات. طب قلنا عدد المواليد في مصر بدأ ينخفض بسبب وعي الشباب في تنظيم الأسرة وبسبب الحد من الزواج المبكر. طب عدد الوفيات بدأ يقل عشان عندنا رعاية صحية. طب الهجرة، عندي الهجرة يعني انتقال الأفراد من مكان لآخر، واتفقنا عندي نوعين من الهجرة، هجرة داخلية وهجرة خارجية. طب ليه الشباب بالهجرة الداخلية بتسيب محافظتها وتروح محافظات أخرى؟ عشان تبحث عن فرص عمل، تبحث عن فرص تعليم وتحسين مستوى المعيشة. دي أسباب الهجرة. والقاهرة والإسكندرية من أكتر المحافظات الجاذبة للسكان. طب إيه اللي بيترتب على الهجرة؟ طبعا لما الشباب أو السكان بيهاجروا من منطقة لمنطقة بتزيد الكثافة السكانية في المناطق اللي بيهاجروا ليها، عدد سكانهم بيزيد. فلما بالتالي طالما عدد السكان زاد فبنضغط على الخدمات العامة، بنضغط على المستشفيات، نضغط على المرافق، نضغط على المدارس، نضغط على المواصلات. طبعا بالتالي عمان عدد السكان يزيد. طب ايه اللي هيحصل؟ تظهر العشوائيات. العشوائيات دي عبارة عن مناطق بنيت دون تخطيط من الدولة، مناطق اتبنت من غير تخطيط الدولة، فطبيعي تفتقر الخدمات. يعني لا فيها مدارس ولا فيها مستشفيات ولا فيها رعاية طبية، مناطق هم بنوها بنفسهم من غير الدولة ما تقرر، فما فيهاش اي خدمات. الدولة طبيعي بتعمل لنا خدمات. طيب بيقول لي الكثافة السكانية، يعني ايه كثافة سكانية؟ الكثافة السكانية النسبة بين عدد السكان ومساحة الارض اللي بيعيشوا عليها. يعني احنا لما نيجي نحسب الكثافة السكانية نشوف مثلا احنا عددنا كام وبنقسمها على مساحة الارض اللي احنا عايشين عليها. يعني مثلا عدد سكان مصر دلوقتي 103 مليون مثلا تقريبا، يعني حوالي 103 مليون، ومصر مساحتها 1 مليون كيلومتر. فالكثافة السكانية هنقسم ال 103 على 1 مليون هيبقى 103 نسمة لكل كيلومتر، يعني كل كيلومتر واحد في 103 فرد. دي كثافة سكانية عالية جدا. يبقى الكثافة السكانية النسبة بين عدد السكان والأرض اللي بنعيش فيها، فبنقسم عدد السكان على المساحة. احنا تقريبا عددنا دلوقتي حوالي 103، بنقسم ال 103 على مساحة مصر اللي هي 1 مليون كيلو، هنطلع 103 فرد لكل كيلو. يبقى كل 103 فرد لديهم القدرة على في الحياة في مساحة 1 كيلو متر مربع فقط، فده نسبة عالية جدا. طيب ده اختبار صغير كده. توزيع السكان بقى، نبص على الخريطة كده، بيقول لي حاطط لي على الخريطة المفتاح تحت اهو مناطق مزدحمة بالسكان جدا، ده اللون الأحمر. اللون اللي تحتيه مناطق مزدحمة، الاصفر اللي هي الصحراء مناطق نادره، والخطوط دي اللي هي الحدود بتاعت المحافظات. عندي حدود المحافظات والحدود السياسيه على الحروف اللي هي ليبيا والسودان، تمام عارفينها طبعا. طبعا من الخريطه كده هنلاقي في مناطق نسبه السكان فيها عاليه جدا 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 وبيتركز فيها السكان، وباين على الخريطه هي زي القاهره، وفي مناطق نسبه بتفتقر السكان وفي مناطق متوسطه. طب بيقول لي المناطق اللي بيتركز فيها السكان كثافة مرتفعة جدا محافظات الوادي والدلتا، اهي على الخريطة باينة فوق اهي، ومن اكتر المحافظات القاهرة والجيزة. المحافظات اللي فيها نسبة سكان عالية جدا محافظات الوادي والدلتا، ومن اكتر المحافظات القاهرة والجيزة. طيب المحافظات اللي بيقل جدا 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 فيها السكان محافظات الحدود، اللي هما الخمس محافظات: شمال سيناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد، البحر الأحمر، مطروح. شمال سيناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد، البحر الأحمر، مطروح. باين على الخريطة هي باللون الأصفر، دي محافظات الحدود، دي نادرة السكان، لأن دي صحراء.
طب ليه بقى القاهرة والجيزة أكتر محافظات سكانا، وليه المحافظات الحدود أقل محافظات سكانا؟ القاهرة والجيزة أو محافظات الوادي عشان فيها مية عذبة وتربة خصبة وسطح مستوي وفيها توافر خدمات ووسائل المواصلات، يبقى عشان عندي عوامل طبيعية زي المية عذبة والتربة الخصبة واستواء السطح، وعندي عوامل بشرية زي توافر الخدمات وسهولة المواصلات. أكيد أنا لما هقعد في مكان، مش هقعد مكان ما فيهوش مية، ما فيهوش خدمات، ما فيهوش مواصلات، السطح بتاعه مش مستوي على جبل أو هضبة. طيب محافظات الحدود طبعا دي صحراء، يبقى ندرة المية وعدم استواء السطح أغلبها جبال وهضاب. طب العوامل البشرية ما فيهاش خدمات، ما فيهاش صعوبة انتقال، يعني ما فيهاش وسائل مواصلات، المواصلات صعب تتنقل في السطح هناك عشان السطح صعب جدا. وبكده احنا خلصنا. بيقول لي بقى أدت حركة الهجرة الداخلية إلى زيادة الكثافة السكانية بشكل مرتفع جدا في محافظة القاهرة. فعلا محافظة القاهرة من أعلى المحافظات سكانا عشان هي العاصمة وعشان فيها كل الخدمات، فنسبة السكان فيها 52,000 نسمة لكل كيلومتر، يعني الكيلو الواحد فيه 52,000 فرد. دي نسبة كثافة مهولة، دي نسبة كثافة عالية جدا. وبكده يبقى احنا خلصنا الدرس بتاعنا، وان شاء الله هنعمل مراجعة عليه، واللي عنده اي سؤال يحطه في الكومنتات، واللي عايز اي حاجة يحطها لي، وما ننساش نعمل لايك واشتراك، واشوفكم على خير في المراجعة بتاعة الدرس والفيديو الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.